السلام عليكم. بعد نصف قرن على نصر السادس من أكتوبر عام 1973 الذي انتهى بهزيمة الكيان الصهيوني، تأتي معركة طوفان الأقصى التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية، التي انطلقت أحداثها فجر السبت السابع من تشرين الأول أكتوبر الحالي، لتؤسس هذه الواقعة الاستثنائية توازنات قوة جديدة في الصراع مع الصهيونية وحوماتها وحلفائها الدوليين وأتباعها العرب المطبعين، في حين لم يهدأ الشارع العربي والإسلامي الذي خرج مؤيدا لمعركة الشرف والكرامة واسترداد الحقوق للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا من بطش الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود خلت. في هذه الليلة سنناقش كل ما يدور على الساحة الفلسطينية في نقاط سنطرحها على ضيفينا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان معركة طوفان الأقصى وواجب الأمة، وهي كالآتي: هل من واجب الأمتين العربية والإسلامية دعم معركة طوفان الأقصى وحمايتها؟ إلى أي مدى ساهمت الشعوب العربية والإسلامية في ديمومة نصر المقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى؟ وهل كشفت المعركة هشاشة الاحتلال العسكرية والأمنية؟ هذه المحاور وغيرها ستكون محور نقاشنا مع ضيفينا، حيث سيكون معنا عبر الهاتف من نابلس عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية محمود الصيفي. أستاذ محمود، حياكم الله، مرحبا بكم. عليكم السلام، مساء الخير للجميع. حياك الله. وأيضا من لاهاي عبر سكايب الكاتب والصحفي الفلسطيني ماهر حجازي. أستاذ ماهر، حياكم الله. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، ضيفينا الكرام، وقبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. نحو أسبوعين من الحرب الصهيونية ضد سكان قطاع غزة، نحو أسبوعين ارتكبت قوات الاحتلال فيهما صنوفا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فمن حصار أكثر من 2 مليون فلسطيني دون طعام أو ماء أو كهرباء، إلى استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات بالصواريخ التي حصدت أرواح آلاف المدنيين الفلسطينيين وأكثرهم من النساء والأطفال. وبينما يعجز الكيان الصهيوني عن مواجهة كتائب المقاومة الفلسطينية التي مرغت أنف قواته في التراب صباح السابع من تشرين الأول الجاري وساقت المئات من ضباطه وجنوده ومستوطنيه أسرى، يستمر انتقام ذلك الكيان الغاصب من أطفال ونساء غزة مرتكباً أفظع الجرائم بدعم غربي ينحاز دوماً ضد حق الشعب الفلسطيني في الحياة، ناهيك عن حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه. يحدث هذا في الوقت الذي تأتي فيه المواقف العربية والإسلامية ضعيفة ومترددة، إذ تكتفي أكثر الدول العربية والإسلامية بالمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، متجاهلة العمل على وقف العدوان الصهيوني، وكأنها بلسان الحال تطالب بإطعام الفلسطينيين قبل قتلهم، بيد أن الهوة سحيقة بين مواقف الحكومات العربية والإسلامية ومواقف شعوبها، فالشعوب تشتعل غضباً في الشوارع مطالبة تلك الحكومات بتحمل مسؤولياتها وحماية الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له إنسانياً وسياسياً بل وعسكرياً إن لزم الأمر. وبقدر ما كشفت معركة طوفان الأقصى عن هشاشة الاحتلال العسكرية والأمنية، فقد كشفت كذلك عن عمق الأزمة التي تواجهها أكثر المجتمعات العربية والإسلامية إزاء أنظمة حكم لا تعبر عن آمال وطموحات شعوبها وترتهن إرادتها عند أعداء الأمة في الكيان الصهيوني، والغرب الذي لا يرى فينا إلا مخازن للنفط والمواد الخام دون اكتراث لأي حقوق سياسية أو إنسانية. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب معركة طوفان الأقصى وواجب الأمة، نجدد الترحيب بضيفينا الأستاذ محمود الصيفي والأستاذ ماهر حجازي. أبدأ معكم أستاذ محمود، ولنبدأ من مواقف العلماء الذين دعوا إلى وقفة جادة حقيقية ومساندة سكان قطاع غزة، طبعا كان من بينهم هيئة علماء المسلمين في العراق للوقوف مع سكان قطاع غزة في حربها الضروس ضد أعداء الإسلام.
ولكن أستاذ محمود، في هذا الظرف ما هو المطلوب أكثر من علماء الأمة؟ يعني بمعنى آخر، ما الذي يريده الشعب الفلسطيني من علماء الأمة؟ بداية تحياتي لكم ولكل المشاهدين والمتابعين. حياك الله سيدي. يعني نترحم في هذه اللحظات على شهداء قطاع غزة وكل شهداء الأمة، الأسرى، الجرحى، أصحاب هذه الدمار، هذا الذي دمر منازل المواطنين الفلسطينيين من خلال هذه الحرب التدميرية الحاقدة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد فلسطين وضد بقعة صغيرة، أصغر بقعة في العالم. نعم. يعني أقل من 360 كيلومتر مربع بوارد وحاملات الطائرات الحلف الأطلسي تقصف في قطاع غزة. أمام هذا المشهد، يعني بعد عملية طوفان الأقصى، عندما نمعن ونرى ماذا سمت المقاومة الفلسطينية عمليتها الظافرة طوفان الأقصى. نعم. طوفان الأقصى يعني الأقصى هو فلسطيني عربي إسلامي لكل الأحرار في هالعالم. هذه قضية، قضية الأقصى، قضية فلسطين، هي قضية العرب، قضية المسلمين، قضية الأحرار في العالم. فلذلك عندما قامت المقاومة الفلسطينية بهذه العملية البطولية والتي لم تستغرق على يعني ساعات على اليد الواحدة، وشاهدنا ما شاهدنا، ولكن العلماء العرب والمسلمين وكل الأحرار في العالم، نعم، مطلوب منهم إلى الوقوف. يعني شاهدنا حقيقة، يعني شاهدنا علماء هيئة علماء المسلمين في العراق والإفتاء في مصر والأزهر والجزائر وكثير من البلدان العربية والإسلامية دعت إلى وقف هذه الجريمة التي، نعم، يشاهدها العالم على قتل الفلسطينيين، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل الشيوخ، تدمير البلد، تدمير المدن، تدمير كل البنية التحتية. يعني نشاهد مجزرة، جريمة، جريمة حرب، بل جرائم حرب يشاهد العالم وكثير، نعم، من هذه الدول تشارك في هذه العدوان بصمتها. طيب أستاذ ماهر، ما دمنا نتحدث عن المواقف وأنت تعيش في أوروبا، يعني لماذا ساندت الدول الغربية الاحتلال الإسرائيلي في جريمته الوحشية ضد سكان قطاع غزة؟ وأن هذه الدول الغربية تعلم علم اليقين بأن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يمارس جرائمه كل يوم ضد الشعب الفلسطيني، ما الداعي وما السبب في هذه الوقفة وهذه المساندة من قبل الدول الغربية باتجاه الكيان المحتل؟ نعم، بداية تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة اليوم الموقف الأمريكي بالدرجة الأولى هو الموقف الرسمي الغربي الأول الذي دعم الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة، سواء كان من خلال خطاب بايدن خلال يعني الأيام الأولى من هذا التصعيد وهذا العدوان، كان خطاب بايدن موقف سياسي داعم للاحتلال الإسرائيلي، وبالعكس هو قال أنه طالب الاحتلال الإسرائيلي يعني بأن يكون حاسم في العدوان على قطاع غزة، وبالتالي هذه دعوة أمريكية مباشرة وإسهام أمريكي في قتل شعبنا. واليوم نحن هناك توافق فلسطيني يمكن ربما لأول مرة، والجميع يتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها الداعم للاحتلال الإسرائيلي هي شريكة في سفك الدم الفلسطيني داخل قطاع غزة وشريكة في قتل الفلسطينيين. وأيضا تطور موقف بايدن وتبنى الرواية الإسرائيلية وما روج له الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعني فيما بعد كان يعني أثبتت وتراجعت وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام الغربية، عن تبني الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بالعدوان وتصاعد الأحداث داخل فلسطين. وبالتالي موقف أمريكي حتى هذه اللحظة هو يدعم الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا حتى بعد جريمة قصف هذا الاحتلال الإسرائيلي للمشفى المعمداني في قطاع غزة واستشهاد أكثر من 400 من أبناء شعبنا وأيضا مئات الجرحى، أيضا كان الموقف الأمريكي في تبرير هذه الجريمة يعني وتوجيه اللوم للجانب الفلسطيني. وبالتالي حتى المواقف الغربية للأسف، يعني اليوم موقف البرلمان الاتحاد الأوروبي مع بداية الأحداث
كان ايضا هو داعم بشكل كبير. موقف السياسي هنا في اوروبا كان داعم بشكل رئيسي ومباشر للاحتلال الاسرائيلي. واليوم يعني قبل قليل المجلس الاوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسيه اصدر ورقه تنديدا ببيان صادر او ورقه صادره اليوم عن الاتحاد الاوروبي، عن البرلمان الاوروبي بموافقه 500 عضو. هذه الورقه كلها ايضا هي في نفس الاطار، تدعم الاحتلال الاسرائيلي، تجرم مقاومه الشعب الفلسطيني، ولا تشير ايضا في جزئيه يعني قصف المشفى المعمداني داخل قطاع غزه. اشارت فقط في هذه الورقه السياسيه ان يعني هي ضد استهداف المشافي، لكن لم تذكر ان يعني في هذه الجزئيه لم تذكر ان الاحتلال الاسرائيلي هو الذي قصف يعني المشفى المعمداني داخل قطاع غزه، وهي جريمه حرب. وبالتالي للاسف الموقف الغربي داعم بشكل كبير للاحتلال الاسرائيلي مع بدايه هذا التصعيد، نظرا لان الاحتلال الاسرائيلي استغل كل يعني ادواته الاعلاميه والسياسيه للترويج للاكاذيب الاسرائيليه فيما يتعلق بهذا العدوان. ولكن ربما بدانا نلمس جزءا يعني بعدما هذه المشاهد التي تخرج من غزه، الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، قصف المدنيين، ويعني الان وزاره الصحه تتحدث عن اكثر من 3500 شهيد فلسطيني، بالاضافه الى اكثر من 12000 فلسطيني جريح، والاف العالقين والضحايا لا يزالون تحت الانقاض. ربما حركت هذه الصور وهذه المشاهد يعني ساسه او صناع القرار هنا في اوروبا وفي الغرب للحديث عن موضوع ضروره فتح معابر الانسانيه وادخال المساعدات الى داخل قطاع غزه. وايضا هنا يشترطون عندما قالوا يعني ان هذه لا تريد ان تذهب الى حماس هذه المساعدات، وبالتالي هم لا يريدون يعني لا نيه حقيقيه لدى صانع القرار سواء كان في الولايات المتحده الامريكيه او حتى في اوروبا بان يعني ان يقول كلمه حق في ان من يقوم بهذا الاجرام هو الاحتلال الصهيوني. لكن هم يجدون يعني على مستوى صناع القرار، لكن يجدون دائما تبريرات ويحاولون تلميع صوره الاحتلال الاسرائيلي. لكن على المستوى الشعبي هنا في القاره الاوروبيه يعني نجري الحديث عن حراك وتظاهرات سواء كان من ابناء الجاليه الفلسطينيه او العائلات العربيه والاسلاميه وايضا المتضامنين مع القضية الفلسطينية. هناك حراك على مستوى أعضاء في البرلمان الأوروبي وأعضاء في يعني في المجالس البرلمانية في الدول الأوروبية، كان لديهم العديد من المواقف السياسية التي أدانوا فيها سياسة الاحتلال، سياسة يعني صانع القرار في أوروبا في دعمه اللامطلق بهذا الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس عندما شاهدنا اقتحام يعني او عدد من المتظاهرين المتضامنين مع القضيه الفلسطينيه عندما تمكنوا من الدخول الى باحه الكونغرس واعتصموا داخل الكونغرس، فهي رساله قويه ايضا الى الرئيس بايدن والاداره الامريكيه انه غير مقبول ومرفوض هذا الدعم للاحتلال الاسرائيلي. وبالمناسبه ايضا يعني في المشاهد الذين يعني الذين كانوا يعتصمون داخل الكونغرس كانت هناك مجموعه من اليهود المتضامنين مع القضيه الفلسطينيه، وهذا ايضا هو رد على خطاب بايدن. وحقيقة أنا كتبت في هذا الموضوع عندما تحدث بايدن أن هذا الصراع الدائر الآن في فلسطين منذ يعني هو صراع بين المسلمين واليهود، ولكن هذا يعني غير حقيقي. الآن نجد هناك مجموعات من المجموعات اليهودية التي ترفض الصهيونية تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي هؤلاء الذين احتشدوا بالأمس داخل الكونغرس وكانوا مجموعة من اليهود هم هذا دليل على أن كلام بايدن غير صحيح، أن الصراع ليس صراع مع المسلمين. نعم أستاذ محمود، بالأمس استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للحرب بين حماس وإسرائيل. أيضا في نفس الوقت استخدمت روسيا بالأمس حق النقض الفيتو، وبالتالي قد أفشلت إدانة مجلس الأمن لحركة حماس. ولكن السؤال المطروح هنا موضوع تدويل معركة طوفان الأقصى، من المستفيد والرابح منها؟ يعني ما يحدث في الساحة الدولية الآن والخلافات بين كثير من الدول، كيف إنهاء هذه الجريمة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. يعني شاهدنا موقف روسيا وهو موقف مع بعض الدول، هو موقف مطلوب حقيقة لوقف هذا الاستفراد بالشعب الفلسطيني من قبل الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الصهيوني. وما حدث بالجلستي مجلس الأمن الدولي، أولا روسيا هي دائما نطلب منها، لأنها هي أصلا روسيا في حربها مع الحلف الأطلسي في أوكرانيا، ونشاهد كيف شيطنت
كيف سيطرت أمريكا روسيا وتريد أن تقدم بوتين كمجرم حرب. الآن المطلوب من روسيا أن تقول أن بايدن هو مجرم الحرب، نتنياهو هو مجرم الحرب، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم هذان المجرمين للمحكمة الجنايات الدولية لينالوا عقابهما بالإجرام بحق العالم، العراقيين، الفلسطينيين، كل البلاد العربية على مدى أكثر من 100 عام، فيتنام، كل هذا العالم، العالم الأمريكي هو عالم إجرام. لذلك مطلوب أن يكون هناك من يساند هذه المقاومة الفلسطينية، من يساند الشعب الفلسطيني دائما. وكأن الولايات المتحدة بتهديد بايدن من خلال بوارجه الحربية يقول للعالم ممنوع حد يتدخل، هذا المكان هو لي وعلي أن أؤدب وأؤدب الشعب الفلسطيني لما حصل في 7 تشرين الأول. نعم. وهذه العملية الولايات المتحدة تريد أن تستفرد كما استفردت في العراق واحتلت العراق وجلبت الشياطين في العالم المحيطين في العراق لنشر الفتنة والقتل في العراق، الآن يريدونها في فلسطين. ولكن الحقيقة أن شيطنة المقاومة الفلسطينية هي من رابع المستحيلات، فهناك وحدة حقيقة في على الأرض الفلسطينية. ونشاهد، شاهدنا اليوم الاحتلال قتل أكثر من 12 فلسطيني في مخيم في طول كرم، يعني هذه حكومة إجرام. وكل هذا العالم الغربي يساند مع الأسف يساند الإجرام في فلسطين، وإحنا ونحن ندافع عن أنفسنا. حتى يعني عملية طوفان الأقصى ذهبت إلى أرض محتلة، يعني حررت أجزاء من الأرض الفلسطينية لبرهة من الوقت، وحطمت هذه الهالة التي كان يتمتع بها الجيش الصهيوني بقوته في الشرق الأوسط. أستاذ ماهر، كما تعرفون أن بايدن قد برأ نتنياهو وآلته الإجرامية في جريمة المستشفى المعمداني التي سقط فيها المئات بين شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء والمرضى، ولكن هل ما زال البعض يؤمن بأن الولايات المتحدة هي دولة الإنسانية والحقوق والحريات؟ وأيضا أريد سؤالكم هنا، يعني ما هو موقف الدول العربية المطبعة مع الاحتلال تجاه شعوبها خاصة بعد جريمة المستشفى أستاذ ماهر؟ يعني أشك حقيقة، يعني هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المشفى المعمداني داخل قطاع غزة قبل يومين وراح ضحيته تقريبا أكثر من 417 شهيد إضافة إلى مئات الجرحى بحسب إحصائية وزارة الصحة داخل قطاع غزة، هذه الجريمة أيضا يعني في إطار الموقف أستاذ ماهر 471 نعم 471 نعم يعني وبالتالي هذا الموقف الأمريكي، يعني بايدن دعم سياسيا ودعم عسكريا وقدم الذخيرة والسلاح وأرسل البوارج الحربية لدعم هذا الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا اليوم أمام هذه الجريمة التي شاهدها العالم والمثبتة بالفيديوهات وأن هذا الاحتلال الإسرائيلي هو الذي ارتكب هذه المجزرة، لأنه قام أيضا بالاتصال وتهديد مدير المشفى المعمداني كما هدد العديد من مدراء المشافي داخل قطاع غزة بإجلائها، وبالتالي هذه جريمة مثبتة على الاحتلال الإسرائيلي. هذه المشاهد بقصف المشفى الذي هو يعتبر تطور خطير في ظل هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كانت هناك مواقف تحركت الشارع بشكل كبير، يعني هنا على المستوى الأوروبي في ذات اللحظة خرجت العديد من المدن الأوروبية، أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية وأيضا أحرار العالم المتضامنين مع القضية الفلسطينية، خرجوا بالآلاف في الساحات الأوروبية في ذات اللحظة التي يعني تبعت هذه الجريمة المروعة، وبالتالي كان هناك حراك كبير لا يزال متواصل. وأعتقد أن هذا الحراك الذي رافق يعني وكان وجاء تنديدا ورفضا لهذه الجريمة، كان هناك الكثير من تبعات إيجابية على صعيد لصالح شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة التي يخوضها شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي. على سبيل المثال اليوم يعني الوزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإغلاق العديد من السفارات في حتى في الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع، عندما نتحدث في البحرين والإمارات وفي الأردن وفي مصر تم إلغاء
اغلاق السفاره الاسرائيليه، وايضا هنا في اوروبا وفي العديد من الدول الاوروبيه ايضا طالبت وزاره الخارجيه الاسرائيليه الموظفين في السفارات الاسرائيليه في الدول الاوروبيه والغربيه بعدم الذهاب الى السفاره والبقاء في المنزل. وبالتالي الان نتحدث ان هذه الحراكات وهذا الحراك الذي رافق وجاء تنديدا ورفضا لهذه المجزره، الان نستطيع ان نقول ان هناك قد قطعت حتى هذه قطعت اليد الدبلوماسيه للاحتلال الاسرائيلي، لان هذا الادوات الدبلوماسيه التي كان يستخدمها هذا الاحتلال في اوروبا وفي الغرب لترويج اكاذيبه وايضا لحشد الدعم السياسي والعسكري لصالح العدوان وصالح الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي اليوم نحن امام اختراق واضح في اطار العمل الدبلوماسي للاحتلال الاسرائيلي هذه يعني بعد هذه الجريمه. وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي يخشى من اي رده فعل تتعلق بتهديد يتعلق مثلا بالسفارات الاسرائيليه حول العالم، وبالتالي نتحدث عن اختراق في اطار البعد الدبلوماسي بقطع يد الاحتلال دبلوماسيا الان. وبالتالي الان يعني الاحتلال الاسرائيلي لا توجد لديه قنوات من خلال هذه السفارات التي يعني اغلاقها، يعني ان هذا الاحتلال لا يتواصل حاليا سواء كان مع مؤسسات او مع اطراف اعلاميه او سياسيه لتمرير وترويج اكاذيبه فيما يتعلق بالعدوان المتواصل على شعبنا. ايضا فيما يتعلق بدول التطبيع العربي، يعني الدول العربيه التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع هذا الاحتلال الاسرائيلي هي وقعت اتفاقيات وهي كانت تتحجج انه لصالح الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه. ماذا فعلت اتفاقيات التطبيع امام مشاهد الجرائم والاحتلال؟ هل توقف الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على شعبنا الفلسطيني؟ هل توقف الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه داخل فلسطين؟ لم تعد هذه الاتفاقيات باي شيء او باي نفع لا على الدول العربيه التي وقعت اتفاقيات ولا حتى على شعبنا الفلسطيني. وبالتالي اليوم هذا الاجرام الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، الدول التي فيها سفارات الاحتلال الاسرائيلي كما يعني الاحتلال الاسرائيلي خرجت هناك العديد من المظاهرات سواء كان في مصر او في الاردن، وكذلك ايضا حتى السفارات الامريكيه، يعني اليوم امريكا هي شريكه مباشر في هذه الجريمه، يعني وبالتالي اداره بايدن شريكه في تقديم السلاح والذخيره والدعم السياسي، وايضا يعني خاصه اليوم عندما تحدث عن جريمه تهجير الشعب الفلسطيني والمشروع الامريكي الاسرائيلي الذي فشل واسقط خلال الايام الماضيه. وبالتالي ايضا كانت هناك مظاهرات امام السفارات الامريكيه، وبالتالي هناك حاله من الغليان في الشارع العربي والاسلامي، لانه حقيقه ما يجري داخل فلسطين من جرائم مروعه راح ضحيتها. يعني عندما تحدث عن 70% من الشهداء الفلسطينيين هم من الاطفال والنساء، وبالتالي نحن امام جريمه بشعه مكتمله الاركان، جريمه حرب تستوجب محاسبه دوليه لهذا الاحتلال الاسرائيلي، وايضا كل من يدعم هذا الاحتلال وسواء كان بموقف سياسي او بموقف يعني عسكري وداعم خاصه موقف الولايات المتحده الامريكيه. وايضا يعني اليوم هناك الشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه وايضا الشعوب الغربيه والاوروبيه الكثير منها لا يزال على يعني هناك يعني حركت فعلا هذه الجريمه المروعه التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بقصف المشفى المعمداني، حركت الكثير من يتضامن مع القضيه الفلسطينيه ومن يدعم حقوق شعبنا الفلسطيني للتظاهر في الميادين. وفي هذه اللحظات يعني المدن الاوروبيه كثيره خرجت لا تزال يعني في الشارع تخرج لتعبر عن رفضها لهذا الاجرام الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني. وايضا يعني في نقطه مهمه جدا في موضوع المواقف الاوروبيه والغربيه، للاسف اليوم ايضا حتى في بريطانيا، يعني عندما تقوم الاذاعه البريطانيه البي بي سي بفصل العديد من الزملاء الاعلاميين فقط لانهم عبروا عن موقف داعم ومساند للقضيه الفلسطينيه، قاموا يعني بفصل العديد من هؤلاء الاعلاميين العاملين في شبكه الاذاعه البريطانيه البي بي سي. وبالتالي ايضا هذا موقف منحاز للروايه الاسرائيليه ومنحاز للاحتلال الاسرائيلي. واليوم احد الصحفيين يعني الصحفي التونسي بسام بوني وقدم استقاله من هيئه الاذاعه البريطانيه بسبب دعمها للاحتلال الاسرائيلي وتبنيها بشكل كامل للروايه الاسرائيليه. أستاذ محمود، جرائم ضد الإنسانية تمارس في قطاع غزة من قبل الاحتلال الصهيوني، فضلا عن القتل والتهجير تم قطع الماء والكهرباء والوقود والإنترنت. هناك من يتصيد في الماء العكر، يقولون بأنه عملية قطع الماء والكهرباء والوقود والإنترنت هو محاولة من الاحتلال لتأليب الشارع ضد المقاومة. في هذا الإطار، هل يراهن الاحتلال على تفجر الأوضاع في قطاع غزة؟ يعني الاحتلال الصهيوني
جرب كل الخطط لفصل الشعب الفلسطيني عن مقاومته، عن مناضليه منذ عام 1948، 75 عام، وهذا الاحتلال يجرب كل النظريات التي تريد أن تفتك بالشعب الفلسطيني وتنسي قضيته وتنسي أرضه. ولكن ما شاهدناه ليس في الحرب التدميرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في الوقت الحاضر، ولكن منذ بداية عام 2023 شاهدنا قوات الاحتلال تغتال المقاومين. شاهدنا ماذا فعلت في مخيم جنين، شاهدنا ماذا فعلت في مخيم عقبة جبر في أريحة، شاهدنا. واليوم القوات الاحتلال تقوم بتدمير البنية التحتية بالجرافات والبلدوزرات لكل البنية التحتية في مخيم طول كرم. تهدف دائما هذا الاحتلال وهاي المنظومة الأمنية والعسكرية المجرمة الصهيونية تريد أن تقول للفلسطيني الذي يعمل العامل أو الموظف ابتعد عن هؤلاء، ولكن لم تستطع حقيقة، يعني ليس مبالغة، لم تستطع كل المنظومة العسكرية والأمنية ومعها أمريكا، لم تستطع حقيقة أن تفصل أو تنتزع الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية. شاهدنا في نابلس، شاهدنا في جنين، في الخليل، في كل يعني الضفة الغربية، فما بالك في قطاع غزة؟ يعني شاهدنا مشاهد يطلق لها الصدر حقيقة. شاهدنا المواطنين الفلسطينيين يعودون إلى شمال قطاع غزة المدمر، شاهدنا أصحاب المنازل يقفون على أطلال وركام هذه المنازل، شاهدناهم يقولون لهذا الاحتلال هذه أرضنا وسنبقى صامدين وسنبقى نناضل حتى تحرير فلسطين، ليست قطاع غزة وأطراف قطاع غزة، ولكن ستهربون وستخرجون كما شاهدناكم في 7 أكتوبر. لذلك هذا الاحتلال كل رهاناته خاسرة. حاول على مدى احتلال 67 إلى اليوم، حاول الكثير من تأسيس الروابط وتأسيس كثير من المنظمات لفصل ونزع هذه الحاضنة وخلق وصناعة قيادات تتبع لها، ولكن شاهدنا وحدة حقيقة، شاهدنا وحدة فلسطينية سياسية جماهيرية لم يسبق لها مثيل. الآن إسرائيل هزمت حقيقة، هزمت بمنظوماتها، هزمت أمام الشعب الفلسطيني عسكريا وأمنيا وجماهيريا. انظر الشعب الفلسطيني كيف أينما يتواجد مع أبناء أمته العربية والإسلامية وأحرار العالم، تشاهدون هذه الحاضنة التي تحتضن هؤلاء المجاهدين الأبطال الذين جعلوا وجه هذا الشعب ووجه الأمة العربية ناصعا، كيف جعل بالمقابل وجه هذا الدولة العميقة المجرمة، كيف هذا السواد نشاهده في وجه بايدن ووجه نتنياهو ووجه حتى كل هؤلاء الذين كانوا يتجولون في ساحات المسجد الأقصى وينتهكون حرمات النساء الفلسطينيات في الخليل، وكيف نشاهد ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس؟ يعني كل هذه المشاهد شاهدنا بالمقابل هذه الوقفة العظيمة الجماهيرية في كل مكان. الآن الضفة الغربية بمدنها وقراها ومخيماتها حقيقة مشتعلة وواقفة، وتقف وقفة رجل واحد مع هذه المقاومة البطلة. يجب علينا أن نتذكر حقيقة، نتذكر هذا التاريخ العظيم لأول مرة في التاريخ، أن القوات الفلسطينية المقاومة الفلسطينية العربية تدخل وتحرر داخل فلسطين المحتلة، رغم أن هناك يعني مشاهد عظيمة كيف كانت الصواريخ العراقية تدق تل أبيب، وكيف الجيش المصري حطم خط برليف عام 73. ما زالت هناك بارقة أمل حقيقة، هناك بارقة أمل لهذا الشعب، لهذه الأمة أن تنتفض وتنتصر كما انتصرت في 7 أكتوبر. نحن
كفلسطينيين حقيقة يعني ليس لا أبالغ أن الشعب الفلسطيني شعب واحد بقيادته بفصائله بجماهيره، ونشاهد كل هذه المسيرات التي والاعتصامات وكذلك المقاومة في الضفة الغربية وهي تساند حقيقة تساند أختها في قطاع غزة، وأملنا كبير أن ننتصر بالجماهير العربية كما انتصرت المقاومة في 7 أكتوبر. طيب. نشاهد هذه المشاهد الرائعة الجميلة وهي تحطم هيبة هذا الجيش الذي قال عن نفسه أنه جيش لا يقهر. أستاذ ماهر، لنأتي على الادعاءات وأيضا تزييف الحقائق والإشاعات. المعركة التي لم يتوقع حدوثها أحد من كبار أجهزة الاستخبارات العالمية بما في ذلك جهاز المخابرات الأمريكية والموساد الصهيوني، وأنت تعلم هما الأكثر شراسة استعلامية والأعلى مقدرة في تتبع الخصوم وتصفيتهم، هناك من يدعي ويقول إن الموساد كان علم بوجود تحرك لكنه فسح المجال لفصائل المقاومة للدخول إلى غلاف غزة، وذلك من أجل أن يعطي تبريرا قويا لإبادة حماس وإبادة سكان غزة. كيف يمكن الرد على هذا الادعاء؟ يعني بكل تأكيد يعني هذا الكلام غير منطقي، لأنه الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات طويلة وخلال حروب السابق على قطاع غزة 4 أو 5 مرات يعني اعتدى هذا الاحتلال وشن حروب ضد قطاع غزة، كان في كل مرة يعلن أنه يريد القضاء على حماس وأنه يريد القضاء على المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى مثل هذا الكلام وهذه المبررات أنه كان يعلم، وبالتالي هو لا يحتاج إلى مبررات ليستهدف شعبنا الفلسطيني. يعني منذ 75 سنة وهذا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني من نكبة عام 1948 ويواصل التهويض والاستيطان ويعتدي على القدس والمسجد الأقصى المبارك. وعلى العكس يعني اليوم ما يصدر عن المسؤولين الإسرائيليين سواء الأمنية أو العسكرية أو حتى السياسية وهذه الاتهامات المتبادلة بينهم، ومنهم من يعترف بأنه يتحمل مسؤولية ما حدث في هذه العملية، وبالتالي يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى مثل هذه المبررات، فهو يعني يحمل في كل عدوان سابق على قطاع غزة كان هدفه الرئيسي هو يقول نريد القضاء على حماس والقضاء على المقاومة الفلسطينية، ولكن في كل الحروب السابقة كان يفشل هذا الاحتلال الإسرائيلي. وحتى وصلنا إلى اليوم يعني عندما يعني هذه العملية التي نفذت داخل المستوطنات الإسرائيلية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا ما أحدثته من خسائر عسكرية كبيرة على هذا الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا أحدثت أزمة سياسية واتهامات لبنيامين نتنياهو ومختلف الأذرع العسكرية والسياسية والأمنية داخل الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى مبررات، ويحمل هذا الهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية في كل حروبه، ولكن وضحت التجربة ومن خلال هذه النتائج التي حققت المقاومة الفلسطينية أن هذا الاحتلال الإسرائيلي يعني كسب خسارة كبيرة وأيضا أحدثت شق وخلافات أمنية وسياسية داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية، ويتبادلون حاليا التهم وكل منهم يعني يلقي بالتهمة على الآخر لمسؤولية ما جرى وما حدث سواء كان في البعد السياسي والأمني والعسكري، وهناك من يعترف بتقصير وأيضا يلقي باللوم على بنيامين نتنياهو، وبالتالي يعني هذا الكلام غير منطقي. لو يعلم الاحتلال الإسرائيلي بمثل هذه المعركة، بالعكس المقاومة الفلسطينية قالت وتحدثت أن هذه العملية جاءت قبل أيام من معلومات استخباراتية كانت لدى المقاومة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي ومدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يقوم بعمل عسكري ضد قطاع غزة، فاستبقت المقاومة الفلسطينية وقامت بهذا العملية الاستباقية، وبالتالي هذا الاحتلال الإسرائيلي يعني دائما يحمل هدف أنه يريد القضاء على المقاومة، لكن يعني من الواضح أن هذا الأمر مستحيل، وهو يدرك تماما يعني الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما أنه من المستحيل القضاء أن المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة تمكنت واستطاعت عبر سنوات طويلة رغم حصار إسرائيلي ممتد لأكثر من 19 سنة وأيضا خلال اعتداءات بشكل متواصل على قطاع غزة تمكنت من تطوير قدرات مقاومتها العسكرية والسياسية والأمنية حتى وصلنا إلى هذه المشاهد وهذه الإنجازات التي حققتها يعني المقاومة من خلال هذه المعركة معركة طوفان الأقصى، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى مبررات، بالعكس هناك أزمة سياسية وأمنية وعسكرية يعيشها الاحتلال الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي، وأيضا الجميع يعني يلقي التهم على بنيامين نتنياهو وعلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. على العكس يعني عندما قام أيضا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أيام بزيارة
جنود الاحتلال الاسرائيلي والقطاعات العسكريه على حدود قطاع غزه، هناك جرى يعني عدد من الجنود قاموا بالسب وشتم بنيامين نتنياهو وانه هو السبب في ما حدث داخل قطاع غزه، وكان من المقرر ان يقوم نتنياهو ان يلقي كلمه امام مجموعه من الجنود في غلاف غزه، لكن نتيجه ما جرى تم الغاء هذا الامر، وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي حاليا يعيش ازمه ولا يعرف كيف يخرج من الازمه الحاليه، يعني حتى هذه اللحظه هذا الاحتلال لم يحقق اي انجاز عسكري ولا حتى سياسي على في عدوانه على شعبنا الفلسطيني، سوى انه يعني يواصل قتل المدنيين، واخر الاحصائيات تتحدث عن اكثر من 3700 شهيد حتى هذه اللحظه، وان هناك تقريبا مليون نازح فلسطيني داخل القطاع، ومنهم نصف مليون يعيش في في مدارس الانوروا، وايضا مدارس الانوروا تعرضت للقصف، وبالتالي هذا الاحتلال يواصل عدوانه داخل قطاع غزه، عندما الان يعني قبل يومين كان هناك استهداف للمشفى المعمداني، واليوم كان هناك قصف للمخابز، وبالتالي هذا الاحتلال الاسرائيلي يصعد من عدوانه على الشعب الفلسطيني في سياسه عقاب جماعي وحرب تطهير واباده بشريه، يلاحظ ويراقب العالم هذه التصرفات وهذه الجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال الاسرائيلي. اليوم نستطيع الحديث ان هناك 4 مشافي داخل قطاع غزه توقفت عن العمل، والمشافي الان يعني الطاقه الاستيعابيه تعمل بنسبه 150% داخل المشافي، وايضا نتحدث عن استهداف وخروج تقريبا ما يقارب 14 مركز طبي عن تقديم الخدمات الطبيه، وبالتالي اليوم الواقع الذي يعيشه ابناء شعبنا داخل قطاع غزه هو يعني قتل اسرائيلي للمدنيين والاطفال بشكل يومي وقصف مستمر، وايضا بنفس الوقت هناك مرضى وهناك يعني اناس بحاجه للدواء، وبالتالي هؤلاء يموتون ضمن سياسه الموت البطيء، وبالتالي احتلال اسرائيلي الان شدد حصاره بقطع الماء وقطع الغذاء وقطع الدواء على قطاع غزه، وبالتالي هو يريد ليس فقط ان يقتل الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزه من خلال القصف البري والقصف من الجو، ولكن ايضا هناك سياسه تجويع، هناك سياسه منع دخول مساعدات، هناك سياسه قصف المخابز، قصف مياه الشرب، هناك ازمه حقيقيه اليوم على صعيد المياه داخل قطاع غزه، ويعني استمعنا لكثير من المناشدات والرسائل من داخل القطاع، يعني هناك غير مياه صالحه مياه غير صالحه للشرب، وبالتالي هنا نتحدث عن ورسائل تحذيرات وصلتنا من المشافي ومن زملائنا الصحفيين داخل القطاع، هناك تحذيرات من انتشار أوبئة داخل قطاع غزة في ظل يعني حتى هناك بقي لدينا بعض الوقت، دعونا يعني نستثمره. أستاذ محمود، يتحدث المراقبون عن معركة طوفان الأقصى، يصفونها عمل عسكري نوعي عملاق وغير مسبوق، يدل على الحرفية والدقة العالية والحيطة والحذر التي بلغها النضال المسلح الفلسطيني. هل أستاذ محمود، هل نحن أمام مقاومة متطورة، نوع آخر من المقاومة، مقاومة متطورة وحديثة سابقة وقتها إن صح التعبير أستاذ محمود؟ نعم، يعني المقاومة الفلسطينية تواكب أي تطور في عسكري أو أمني، ولم تقتصر جهدا في تطوير بنيتها العسكرية والأمنية والمخابراتية، وهي تعلم هذه المقاومة الفلسطينية أن العدو الصهيوني يتربص بها للقضاء عليها، يعني تاريخيا، يعني تاريخيا شاهدنا ما حصل في لبنان وكيف شيطنت حقيقة شيطنت الولايات المتحدة وكل هذه الدول الغربية المقاومة الفلسطينية عندما صمدت في بيروت، واليوم في قطاع غزة هذه المقاومة العظيمة الصامدة والتي استطاعت في ظرف ساعات قليلة أن تحطم كل الجدر الأمنية الصهيونية والمخابراتية، وكيف هذه المقاومة بأفراد قليلة لا يتجاوزون المئات، كيف اقتحموا وحرروا كثير من البلد، يعني حررت هذه المقاومة يعني ضعف مساحة قطاع غزة، أكثر من 600 إلى 700 كيلو متر مربع حررت في ظرف 4 إلى 5 ساعات، وانسحبوا إلى قواعدهم سالمين، ومعهم هؤلاء الأسرى الذين يقولون عنهم رهائن وهم ليسوا رهائن، المستوطنة هي بالجيش الصهيوني، المستوطن بالجيش الصهيوني بيشتغل يعمل في كل المجالات وأذرع الاحتلال، لا يوجد في هذه الدولة العنصرية مدني، وشاهدنا عندما أعلنوا
حاله الطوارئ وتشكيل حكومه صهيونيه، حكومه حرب، استدعوا 300 الف جندي احتياط، اين هم هؤلاء؟ من هم؟ نعم. هؤلاء الذين لديهم الشركات والمصانع وكلهم جنود، حتى يعني الذي لديه مصنع خاص به ذهب الى الجيش، فلذلك هذه الدوله تريد من هذه المقاومه ان تشيطنها، ولكن مقاومه الفلسطينيه على مدى 75 عام كانت تطور نفسها، طورت نفسها في لبنان، طورت نفسها في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه، وما زالت يعني فاجات حقيقه قوه المقاومه الفلسطينيه بكل اساليبها، قد نكون عنها اساليب بسيطه مقابل التكنولوجيا التي يتمتع بها الكيان الصهيوني، وهي تكنولوجيا الحلف الاطلسي. يعني شاهدنا 2000 جندي نزلوا على أرض فلسطين 48 ليساندوا هذا نعم. الاحتلال، لماذا؟ لأن هذه المنظومة الصهيونية تحطمت أمام هذه المقاومة العظيمة في قطاع غزة، وهذا أمل حقيقة، يعطينا أمل أن فلسطين عائدة إلى أهلها مهما طال الزمن، شاء من شاء وأبى من أبى. أستاذ ماهر، دارت قبل عدة أيام مواضيع تتحدث عن تهجير سكان قطاع غزة وتحويلهم إلى لاجئين في مصر، تحديدا إسكانهم في شبه جزيرة سيناء. الجانب المصري رفض ذلك، ربما أعطى يعني بديلا وقال إذا يريدون أن يهجروا فأمامهم صحراء النقب، مع العلم أن هناك أخبار غير موثقة وغير محددة تتحدث عن إطفاء الديون المصرية مقابل الموافقة في تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. في أي الأحوال من الممكن تطبيق عملية التهجير أستاذ ماهر؟ يعني هذا الحديث جرى خلال هذا العدوان الصهيوني الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا، ودعا الاحتلال الإسرائيلي أو طالب يعني في البداية سكان شمال قطاع غزة باللجوء إلى جنوب القطاع، ولكن وضحت التجربة عندما نجحوا هؤلاء الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، فقام الاحتلال الإسرائيلي بقصف وارتكاب مزرعة بحقهم، ثم بدأ الحديث عن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر. ولكن هذه السياسة التي أيضا هي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب ما تناقلت العديد من وسائل الإعلام، اصطدمت بصمود شعب الفلسطيني. اليوم نتحدث عن 13 يوم من العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وألاف الشهداء والجرحى، ولكن ما يصدر من أبناء شعبنا الفلسطينيين داخل قطاع غزة هو مزيد من الصمود والتصدي لهذا الاحتلال الإسرائيلي، وايضا رفض مشروع ما يسمى بموضوع التهجير. وايضا يعني بالامس في المؤتمر الصحفي عندما تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقال انه يعني تهجير الفلسطينيين الى النقب، اعتقد هو كان ربما من باب يعني التذاكي على الكيان الاسرائيلي او الحكومه الاسرائيليه ان بدلا من ان يقوم بنقل الفلسطينيين او تهجير الشعب الفلسطيني خارج فلسطين باتجاه سيناء، ان يتم ادخاله الى داخل النقب، والنقب هي ارض فلسطينيه محتله، وبالتالي شعبنا الفلسطيني اليوم بصمود وتصدي لهذا العدوان الاسرائيلي، وايضا رغم الشهداء والجرحى وايضا الالام، لكن اليوم معظم شعبنا داخل قطاع غزه ونشهد ونتابع ويعني لمزيد من الصمود والتصدي ورفض لمشروع التهجير. وايضا النقطه الثانيه الذي هو يعني شعبنا الفلسطيني لن يكرر موضوع الهجره او النكبه الفلسطينيه في عام 48، الظروف اليوم غير، يعني شعبنا الفلسطيني اليوم ليس كشعبنا الفلسطيني او كامكانياته في عام 48، اليوم الشعب الفلسطيني له مقاومات سياسيه وعسكريه داعيه للصمود. ايضا منع القمه او يعني عدم عقد القمه بحضور الرئيس بايدن التي كانت مقرره في الاردن بحضور الملك عبد الله وايضا الرئيس الفلسطيني والرئيس المصري، ايضا هذه القمه بحد ذاتها عندما لم تنعقد هي رساله لا للاداره الامريكيه التي هي تتبنى الروايه الاسرائيليه والرؤيه الاسرائيليه في موضوع تهجير الشعب الفلسطيني، وبالتالي اليوم الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني مره ثانيه بعد نكبه 48 هذا حديث لا يمكن ان يتحقق امام صمود شعبنا وايضا امام المقومات التي يمتلكها شعبنا الفلسطيني خاصة داخل قطاع غزة. أستاذ محمود، هناك اعتراف من عتاة الصهيونية في مجالات السياسة والعسكر والإعلام، يقولون بأن ما حدث هو هزيمة لإسرائيل، وأيضا قد تهشمت رمزية التفوق الصهيوني بما لا يقبل الترميم. هل أن معركة طوفان الأقصى أدت إلى أفول
نجم المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية بشكل نهائي؟ يعني أنا أؤيد هذا يعني هذه الفكرة. نعم. أمام حقيقة المشهد الذي شاهدناه نحن كفلسطينيين كعرب وكل مؤيدي القضية الفلسطينية في العالم، شاهدنا هذه الدخول حقيقة الدخول بسهولة إلى أرض فلسطين، شاهدنا أن هذه الدولة عبارة عن دولة من ورق، يعني العالم الإنسان العادي يعني تفاجأ، يعني صدم الصهيوني، صدم العربي، صدم الجيوش المكدسة في المحيط فلسطين، صدمت ماذا فعلت المقاومة الفلسطينية في ظرف ساعات؟ هل هذه المقاومة، هل هم ملائكة؟ أنا أقول أنهم ملائكة نزلوا من السماء، لأن هذه القضية هي قضية عادلة. وما شاهدناه، يعني أنا أقول بصراحة، أقول يعني يوم 7 أكتوبر يوم تاريخي في جميع القياسات. يعني انظر باللحظات الأولى أن هناك المفاجأة سيطرت على قادة الجيش الصهيوني سياسيا وعسكريا، وأبعد من ذلك قادة أمريكا صدموا، الجيش الأمريكي صدم، الغرب، الحلف الأطلسي، أنا لا أبالغ. فلذلك شاهدنا وكأن الدولة العميقة التي تدير هذا الكيان الصهيوني والعالم الغربي تقول لبايدن يجب أن تحضر لمواساة الصهاينة في فلسطين، وأنت يا مستشار ألمانيا وأنت يا فرنسا. شاهدنا البيان المشترك الخماسي يدين المقاومة الفلسطينية وشيطنتها. لماذا؟ لأن طيب أستاذ محمود، لا يريدون انتصار. نعم. عربي، لا يريدون انتصار فلسطيني، أستاذ لا محمود. يريدون أن تقوم الأمة العربية وتعود بحضارتها الإنسانية العظيمة. أستاذ محمود، بدقيقة لو تفضلتم في الإجابة، يعني توقعاتك، هل سيكون في قادم الأيام دور لحل سياسي أم أن المنطقة قد ارتهنت لصوت الرصاص؟ بدقيقة لو تفضلتم، ما هو توقعاتك؟ نحن جميعا، نحن كفلسطينيين كعرب، نعلم تركيبة هذا الكيان. الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يستمر في حربه، فلذلك سيستعين ويستنجد في الولايات المتحدة والغرب لينهي هذه بالنسبة لهم مأساة. لماذا مأساة؟ لأن هزيمة منظومتهم الأمنية والعسكرية، وأهم من ذلك أن المهاجر الصهيوني الذي جاء من كل شتات العالم الآن بطل شئام في هذه الدولة الآمنة، الدولة المزدهرة الذي الديمقراطية، يعني هذه أفرز. نعم أستاذ هذه محمود. العملية أن هذه الدولة زائلة بإذن الله. أستاذ ماهر، بدقيقة لو تفضلتم أو دقيقة ونصف، ما هي قراءتكم للأيام القادمة، خاصة أننا يعني قبل أن ندخل البرنامج هناك أخبار تتحدث عن أن تل أبيب أعطت الضوء الأخضر لجيش الاحتلال الصهيوني للقيام بهجوم بري على قطاع غزة؟ بدقيقة ونصف لو تفضلتم أستاذ. يعني أنا أقول أنه ربما يعني يكون هناك تصعيد، يعني يستمر هذا التصعيد لأيام، ولكن اليوم الاحتلال الإسرائيلي يعيش مأزق، وأيضا الإدارة الأمريكية تعيش أيضا مأزق من خلال دعم هذا الاحتلال. بالتالي اليوم أن صمود المقاومة الفلسطينية وصمود شعبنا الفلسطيني في الداخل، وأيضا الحراك الشعبي والعربي والإسلامي في الخارج في البعد الرسمي وفي البعد الشعبي للضغط وعزل الاحتلال وعزل المواقف الاوروبيه والغربيه الامريكيه الداعمه لهذا الاحتلال الاسرائيلي، اعتقد اننا سنصل سيجبر الاحتلال الاسرائيلي على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني. وهو الان يعني الازمه السياسيه والعسكريه والامنيه التي يعيشها هذا الاحتلال وحاله اللي الان يرى، يعني اليوم عزله في هناك عزله دبلوماسيه مع اغلاق سفارات الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي هو الان يبحث عن حل ليخرج بماء الوجه بعد هذا الفشل وعدم تحقيقه لأي عجل سياسي وعسكري في هذا العدوان. بالتالي اليوم المطلوب تطوير المواقف العربية والإسلامية الرسمية والشعبية، وأيضا تعزيز صمود شعبنا حتى إن شاء الله نتمكن من تحقيق إنجازات
لصالح، ليس فقط لصالح الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين، وإنما أيضا شكرا لصالح الأمة العربية ولصالح الأمة الإسلامية. مشاهدينا الكرام، في ختام برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع، نتقدم بالشكر الجزيل إلى عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية الأستاذ محمود الصيفي، حدثنا عبر الهاتف من نابلس. شكرا جزيلا أستاذ محمود. شكرا جزيلا. وشكر موصول إلى الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ ماهر حجازي، حدثنا من لاهاي في هولندا. شكرا جزيلا أستاذ ماهر. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول أيضا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.